الذين في ليبيا آلاف لا تحصى إلى الآن، لا تحصى، آلاف كثيرة جدا، لأنها يعني مدينة كاملة نصفها تقريبا جرفه الطوفان والسيل. واحد من طلابنا في المدينة أسرته كاملة ذهبت، كاملة، والده والدته وإخوانه وأخواته وجدته وأسرته كاملة يعني ذهبت. أظن واحد من إخوانه كان يعمل في خارج البلد ونجا. مما رأيت طفلة أجهضت والدتها في هذه الأحداث، ووجدوا هذه الطفلة بالطين وعليها في سرها، لأنها أجهضت والدتها مع الأحداث ولم يجدوا والدتها، وإنما وجدوا هذه الطفلة حية. فمثل هذه الأمور يستحضرها المؤمن، ويستحضر آلام إخوانه ومصابهم، أقل ما ينبغي وليس بقليل الدعاء. الدعاء شأنه عظيم جدا، شأنه عظيم، الدعاء للمصابين، للمنكوبين، للموتى، يدعو لهم ويخصهم بدعواته. مثل ما أن المرء في مصائبه يحب أن يدعى له، وأن إخوانه المسلمين يدعو لهم، فليبادل إخوانه الدعاء بالدعاء، يبادلهم بالدعاء ويحرص على ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يجبر مصابهم، وأن يغفر لموتاهم، وأن يؤوي من لا مسكن له، ويشفي مرضاهم، وأن يجعله كفارة ورفعة، وأن يعيدنا والمسلمين من الفتن والزلازل والمحن، وأن يحفظنا في أنفسنا وفي أوطاننا وفي أهلنا وذرياتنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.